السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصفة اليوم هي المقروط القسنطيني على شكل مثلثات. إذا لتحضير هذه الوصفة يلزمنا المقادير التالية: عندي هنا 3 كيلات من السميد المتوسط، ملعقة ونصف صغيرة من الملح، كيلة غير ممتلئة خليط من المارغرين المذابة مع الزيت، نحتاج إلى ماء زهر، عسل أو قطر، عجون التمر أو العجوة مع السمسم أو الجلجلان. إذا فلنشرع على بركة الله في طريقة التحضير. نضيف الملح على السميد المتوسط، نخلط جيدا، ثم نضيف خليط المارغرين مع الزيت، طبعا هنا نصف الكمية مارغرين مذابة ونصف زيت نباتية. بالنسبة للكيل ممكن أن تكيلوا بالكوب، 3 أكواب من السميد مع كوب من المارغرين المذابة مع الزيت. نقوم بإدخال كمية الدهون إلى السميد هكذا لكي تتشربها بهذا الشكل. بالنسبة للمبتدئات ممكن إضافة ملعقة كبيرة من الطحين أو الفرينة لكي لا تتفتت لكم بعد قليها. نغطيها ببلاستيك شفاف ونضعها من الأحسن ليلة كاملة في الثلاجة. إذا بعد مرور ساعتين نقوم بإضافة الماء وماء الزهر. عندي هنا نصف كيلة من الماء مع ماء الزهر، طبعا الكمية تختلف حسب نوعية السميد. إذا كان السميد لا يتشرب ممكن أن نعمل إلى حد كيلة غير ممتلئة. إذا نقوم بالعجن هكذا أطراف الأصابع. إذا هنا على ورق أو بلاستيك شفاف نقوم ببسط العجوة أو معجون التمر هكذا. بعد أن وضعنا على البلاستيك القليل من الزيت لكي لا يلتصق معنا، نقوم بتشكيل مستطيل بهذا الشكل. ثم نضعه جانبا ونقوم بنفس العملية مع العجينة. نبسطها هكذا، نشكل مستطيل يكون أكبر من مستطيل حشوة التمر كما تلاحظون. يجب أن يكون هناك فرق 2 سنتيمتر من الحواف بهذا الشكل. إذا نضع مستطيل حشوة التمر فوق العجينة، نضغط عليها هكذا ثم نلفها على شكل ملفوف، وهنا البلاستيك يساعدنا في العملية. ثم نضغط عليها لكي لا تتفتت بهذا الشكل. ثم نقوم بتشكيلها على شكل مثلث بهذه الطريقة كما تلاحظون. ثم نضعها ترتاح حوالي 10 دقائق قبل تقطيعها. إذا هنا نضع القليل من الطحين، نقيس بأصبعين هكذا كي تكون عندنا وحدات متساوية.
تحرجها في الطحين بهذا الشكل، نكرر العملية. نأخذ الحبة أو القطعة ونتحرجها في الطحين حتى نفاد الكمية. نكون قد وضعنا زيت لتسخن، نقليها مباشرة. إذن هنا نمر إلى عملية القلي. الزيت تكون ساخنة ويطهى على نار قليلة أو متوسطة بهذا الشكل. إذا بعد أن تتحمر من جهة، نقلبها من جهة الأخرى ومباشرة إلى العسل. أنا هنا عندي خليط من القطر والعسل الحر كي تتشرب جيدا. طبعا هنا العسل يكون بارد. كما تلاحظون لم تتفتت عندي الحبات. إذا بعد أن تشربت حوالي 5 دقائق نخرجها هكذا، ثم نمر إلى طريقة تزيينها الأخير. إذا نأخذ الحبات وندحرجها في السمسم أو الجلجلان هكذا. إذا هذا هو شكل المقروط النهائي. الوصفة ناجحة جدا، أتمنى أن تجربوها في بيوتكم. وإذا أعجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتراك في القناة. إذا لديكم أي استفسار اتركوا تعليق. وإلى اللقاء في وصفة جديدة بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.